وصفة هتخلي بشرتك فلتر طبيعي، هتخلي البشرة منورة كمان ما فيهاش بقع تصبغات كلف نمش، هتوحد اللون وهتخلي البشرة صافية جدا، خصوصا لو عندنا اثر حبوب اثر شمس، بجد من الحاجات اللي هتصفي البشرة جدا. حلوة قوي، جربوها هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابك علشان يستفادوا زيك بالظبط، وكمان ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني من اي بلد، وصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نشوف الوصفة الجامدة دي. اول حاجة هحطها معايا، وهنا معايا الشاي الاحمر. عايز اقولك الشاي الاحمر ده من الحاجات التحفة اللي بتشيل كل التصبغات والبقع والكلف، وبتوحد اللون، وكمان بتدي نضارة حلوة جدا للبشرة، لانه مفيد جدا، وكمان من احلى الحاجات اللي بتشيل الطبقة السطحية بتاعت الجلد اللي هي طبقة التصبغات. وهبدأ اضيف عليها معلقة من النشا او الكورن فلاور. تمام، يبقى انا حطيت معلقه من الشاي، الشاي العادي بتاعنا، وحطيت كمان معلقه من النشا، هدمجهم. الوصفه دي جميله قوي للناس اللي عايزه تفتح بقى بشرتها بسرعه جدا. تمام، هبدا اضيف كمان عليها معلقه من دقيق الرز. دي الرز طبعا زي ما قلت لكم كل مره بقولها لكم، ان احنا بنجيب دقيق الرز من العطار جاهز، او ممكن انت تجيب الرز بتاعك العادي وتطحنيه في المطحنه، بيديكي نتيجه حلوه قوي، والافضل انه يكون الرز الطبيعي بتاعنا العادي وانت بتطحنيه في البيت، فوائده تحفه. بس لو ده متاح او ده متاح، المتاح عندك تستخدميه. انا هنا قلبت كل الخليط الجاف الاول، وبعد كده هضيف عليها معلقتين من ميه الورد تدريجيا. ادي معلقه وادي معلقه، هقلب وهشوف لو احتجتي تاني هحط، عشان مش عايزه الوصفه تبقى معايا سايله، وفي نفس الوقت مش عايزاها تبقى ماسكه نفسها كده. تمام، بصوا كده جامده ازاي معايا، فهحط كمان معايا معلقه من ميه الورد وهدمجهم. انا عايزاها في نفس الوقت تبقى طريه. بصوا بقى الشاي ابتدى ينزل اللون بتاعه، تحفة في تفتيح التصبغات والبقع والكلف والنمش وكل حاجة بجد في البشرة بتشيلها. هبدأ اضيف كمان عليها معلقة صغيرة جدا من الحليب البودر بتاعنا العادي، وهقلب. انا عايزاك تجرب الوصفة دي اصلا، بجد هتعجبك جدا وهتدعيلي، لانها فعلا فعلا بتفتح بسرعة، بتدي نضارة حلوة، بتوحد اللون، بتخلي البشرة صافية قوي. بصوا هنا هي حسها لسه، هي بصوا جامدة. هضيف بس عليها معلقة صغيرة جدا من زيت الزيتون، حاجة بسيطة، وهبدأ ان انا اقلبها. زيت الزيتون من الحاجات الحلوة قوي اللي بتفتح البشرة، بتدي لها نضارة، بتخلي البشرة صافية، بتوحد اللون، وكمان بتدي لمعة للبشرة تحفة، بتخلي بشرتك كده صافية جدا. بصوا ابتدت تعمل معايا ازاي. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، هضيف معايا اي نوع كريم عندي، كريم مرطب بتاع البشرة عادي. انا خدت حوالي بصوا يعني بالتقريب نص معلقة مليانة او معلقة ممسوحة. الخطوة دي مهمة علشان خاطر هتديكي ترطيب حلو قوي للبشرة، وهتدي لمعة جميلة للبشرة، وكمان هترطب البشرة جدا، وده مهم. لو ما عندكيش كريم مرطب، وما فيش اي واحدة ما عندهاش كريم مرطب، كلنا عندنا كريمات المرطبة للبشرة. لو ما عندناش بضيف معلقة من الزبادي اللي هو الياغورت. بصوا شايفين الشاي نزل اللون ازاي، شايفين الجمال، بصوا جمالها بجد، حاجة تحفة. شايفين يا بنات، خطيرة خطيرة بجد. هفضل بقى اقلب فيها كده حوالي 5 دقايق، عايزة الشاي كله ينزل كل التفاعل بتاعه في الخلطة بتاعتي، لان اساسا الشاي هو الحاجة الوحيدة اللي هتفتح معاكي كل التصبغات والبقع والكلف والنمش، وهتديكي نضارة حلوة. ممكن استخدم الشاي الاخضر كمان، عشان في ناس هتسألني طب ممكن انا ما عنديش شاي احمر، ممكن استخدم شاي اخضر؟ اه تقدر تستخدمي الشاي الاخضر او الشاي الاحمر، ونفس الخطوات هتعمليها بالطريقة دي. بصوا انا كل ما بقلب كل ما اللون بيغمق معايا،
بصوا بقى تعالوا نجربها. بصوا ببدأ ان انا افردها كده على البشرة. بصوا جمالها، عايزة اوريكي شكل الحبيبات. شايفين حبيبات الشاي مع الرز المطحون؟ بصوا خطيرة. كل اللي انا بعمله بقى على بشرتي، والخطوة دي برضو يا بنات مهمة جدا، بفضل اعمل حركات دائرية كده. انا بشيل هنا الجلد الميت، بوحد اللون، كمان بجري الدورة الدموية، كمان بخلي البشرة مسامتها مفتوحة ان البشرة تشرب الماسك بتاعي اللي انا عاملاه. حركات دائرية كده لمدة 5 دقايق، مش اكتر من 5 دقايق، وخفيف كده زي ما انت شايفة كده. بتنزلي كل الجلد الميت، وكمان بتفتح البشرة جدا. بسيبها بعد كده تنشف 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، سيبيها تنشف المهم خالص. وبعد كده افركيها، افركيها، نزلي كل الحاجات دي من على البشرة. بجد حلوة قوي، انا عايزاكم تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. اهم حاجة بعد ما بغسل وشي كويس جدا، لازم ان انا ارطب بعدها بكريم مرطب طبيعي عشان خاطر ان يديني نضارة حلوة ويرطب لي البشرة. جربوا الوصفة وقولوا لي في الكومنتات رأيكم ايه فيها. ما تنسوش تصلوا على النبي، وكمان تذكري الله، وما تنسيش تقولي لي بتتابعيني من اي بلد، ولو بتتابعيني على اليوتيوب ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. باي باي.